هنرنم رغم الضيق اللي في حياتنا هنرنم. مش هيفك القيود إلا التسبيح والترنم للرب. هنرنم رغم الضيق اللي في حياتنا هنرنم. إلهنا مكتوب عنه القدوس الجالس في وسط تسبيحات إسرائيل. هنرنم ليك وهنهتف ليك، هنرنم ليك وهنهتف ليك مهما بيقدروا لنا ونتألم وهنرنم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، وكل سنة وأنتم طيبين. دايما شهور ديسمبر، شهر ديسمبر ويناير بيحمل لنا كل أعياد الفرح والسلام، وبيحمل لنا سنة جديدة. يا رب تكونوا دايما كلكم بخير وسلام. مع دايما الفترة دي برضو بنشوف طول ما احنا ماشيين في الشوارع وفي بيوتنا بنشوف أشجار وزينة الميلاد، بنشوف هدايا، بنقدم لبعض هدايا. دايما طبعا أنه أشجار الميلاد دي مش ملهاش صلة كتابية عندنا في الكتاب المقدس، بس الحلو فيها بنشوف أن كل الناس بتبقى فرحانة بيها. بنشوف الأطفال قبل الكبار بيبقوا مستنيينها، بيبقوا مستنيين يزينوا الشجرة ويحتفلوا بعيد الميلاد. دايما الشجرة برضو بالنسبة لنا إحنا بتفكرنا بالمسيح، لي كل المجد، وبنور المسيح، بالأنوار اللي عليها، دايما بالكور الحمراء اللي محطوطة على الشجرة بتفكرنا برضو بدم المسيح وبأنه جه علشاننا. مع كل الأعياد ديت ومع كل الفرح دوت بنفتكر النهاردة الآية اللي بتقول زي ما قالها الرعاة الملائكة للرعاة، بتقول ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وده اللي احنا عايزين نحتفل بيه النهاردة معاكم في حلقتنا من هنصلي وهنرنم. خلوني في بداية الحلقة أرحب بالضيف عزيز أستاذ عماد فوزي، خادم بكنيسة سانت مارينا أورانج كاونتي كاليفورنيا. أهلا وسهلا عماد منور، وثانك يو ان انت جيت. كل سنة طيبة، كل سنة كل المشاهدين بخير. ثانك يو. معانا في الاستوديو كمان مفاجأة حلوة خالص، معانا فريق كورال ألحان السما. الفريق ده أنا بحب شخصيا أسمع له، بيتدربوا جامد جدا وبيتعبوا قوي علشان يقدموا ترانيم حلوة دايما. كورال ألحان السما ابتدى من سنة 2012 تقريبا، عددهم 24 لغاية دلوقتي، بس طبعا أنا بشوف إنه كل سنة عن سنة بيكتروا أكتر وربنا بيبارك في خدمتهم أكتر وأكتر. معانا في الاستوديو هيبقى 11 منهم، 11 من اعضاء الفريق بالاضافه الى 4 عازفين. برحب طبعا بيهم كل واحد بالاسم، وثانك يو سو ماتش ان انتوا جيتوا منورين قناه لوجوس. ثانك يو سو ماتش. خلينا نبتدي الحلقه، وهوجه السؤال ليك يا عماد. في الانجيل تناول الكتاب المقدس ميلاد السيد المسيح لكل المجد بطرق مختلفة. يمكن أكتر اتنين طبعا أو هما الاتنين اللي تكلموا عن ميلاد المسيح هو إنجيل متى وإنجيل لوقا، في إصحاح 1 و2 من كلا الإنجيلين. كل واحد طبعا كان تناول ميلاد المسيح برؤية مختلفة ومن زاوية مختلفة. فأنا عايزاك في بداية الحلقة تكلمني إزاي متى تناول ميلاد المسيح وإزاي لوقا، وكل واحد كان مختلف عن التاني إزاي. هو طبعا الأربع أناجيل كل إنجيل بيعكس شخصية المسيح من زاوية مختلفة. إنجيل متى بيقدم المسيح الملك، إنجيل مرقس بيقدم المسيح القوي، إنجيل لوقا بيقدم المسيح المخلص، وإنجيل يوحنا بيقدم المسيح ابن الله. فإنجيل متى من المنظور ده ركز على الميلاد بتاع ملك. فأحداث الميلاد لما نيجي نقراها من إنجيل متى نلاقي في تركيز على الزاوية دي، فيحكي عن موقف يوسف كراجل وإزاي تفاعل مع معرفته بأن السيدة العذراء حامل، دي حاجة كانت صعبة جدا. فإنجيل متى يشاور عليها، يشاور على موقف هيرودس كشخص تاني بيكتشف أنه في ملك غيره موجود، ودي كانت حاجة مزعجة جدا بالنسبة له. المجوس وإزاي بيتتبعوا
ظهور الملك وبيشاور عليهم بطريقة جميلة جدا. بنشوف فيها ازاي انه ايفن رسائل الله وتعاملات الله اللي البعض بيتصور انها كانت محصورة بس على شعب اسرائيل، بنلاقي لا، انه تعاملات الله كانت مع الكل. وبنشوف الله بيخاطب من خلال رؤى واعلانات مجموعات من الناس جاية من عند اللي هي حاليا ايران، مملكة مادي وفارس، دي يعني منطقة قد لا يتصور الغالبية انه ممكن الله يكون بيتخاطب مع ناس هناك، والناس جاية من اخر الدنيا بتتتبع النجم لغاية لما تدخل الى مسرح الاحداث بتاع ميلاد المسيح. فبنشوف من انجيل متى منظور الملك اللي جاي، انجيل لوقا يتكلم من منظور تاني خالص، المخلص وقصة الخلاص، فنلاقي احداث مختلفة لم تذكر الا هناك. وبعدين انجيل لوقا الكاتب بتاعه القديس لوقا كان شخص، القديس لوقا كان دكتور وكان فنان، فعنده حتة كده متميزة يشرح ويدي تفاصيل. فيكلمنا عن زكريا وإليصابات ويدينا الخلفية بتاعتهم وإزاي استخدم الملاك الحدث بتاع ولادة يوحنا عشان يوصل له وهو بيتكلم مع العذراء أنه يعني تشيك مع إليصابات أنه العمل الخلاصي ابتدى. وبالفعل نتفرج إزاي حصل الكلام دوت وإزاي العذراء بتروح لإليصابات. وبعدين بنشوف أشخاص مختلفة، بنشوف سمعان الشيخ، بنشوف حنة النبية، بنشوف نبوات عن الخلاص وتركيز على شخص المخلص. فكل إنجيل منهم واخد المسيح المولود بزاوية غير التاني، والاثنين أضفوا ثراء طبعا جميل جدا للقارئ. طبعا بالإضافة إلى إنجيل يوحنا ده بيعزف بقى لحن المحبة، لحن كلها يعني العين المفتوحة في الشمس، إنه بيتكلم معنا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. فبياخد الميلاد من منظور تاني خالص على مستوى لاهوتي. لكن الأحداث بتاعت إنجيل متى وإنجيل لوقا أحداث جميلة شيقة، بتورينا إزاي كل التفاصيل اللي كانت مصاحبة لميلاد المسيح رب المجد. طيب احنا خلينا برضو نشرح للناس احنا هنتكلم عن ايه النهاردة. احنا هنتكلم عن تحديدا متى ولوقا ازاي تكلموا عن الشخصيات الميلاد. هل برضو زي ما انت قلت الشخصيات الميلاد زي ما هي، هل متى ولوقا اتكلموا عنهم بنفس الطريقة بس كان الاختلاف في ان هم اتكلموا عن المسيح بطريقة مختلفة؟ متى اتكلم عن المسيح الملك ولوقا اتكلم عن المسيح المخلص؟ هل كمان الشخصيات نفسها اتناولوها بنفس الطريقة ولا بس كان وجه الاختلاف في المسيح؟ هو زي ما قلت لك انه حتى الشخصيات، في شخصيات يعني زكريا وإليصابات ما تحكوش في مت، المجوس وهيرودس واللي عملوا ما تحكوش في لوقا. فكل واحد قدم بطريقه مختلفه، وممكن نقرب اكتر ونشوفهم مع بعض ونشوف ده كتب ايه وده كتب ايه. وهتبقى طبعا يعني فرصه حلوه ان احنا نشوف منهم اعلنه لنا الكتاب المقدس عن الناس دي وتعاملوا ازاي مع حدث الميلاد. تمام. طيب انا يعني عشان معايا فريق كورال الحان السما، فانا حابه برضو ان احنا نبتدي الحلقه بان احنا نسمع ترنيمه جميله بيقدموها، يمكن ما سمعناهاش كتير خالص، فهي تعتبر ترنيمه جديده اسمها منذ القديم في قريه. قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا خلينا نسمع الترنيمه من فريق الحان السما. الترنيمه بتقول: منذ القديم في قريه من اصغر البلاد قد ولد الطفل يسوع في ليله الميلاد، في ليلة من الشتاء في جهد وألم تدخل مريم العذراء حظيرة الغنم. بيتك في قلوبنا يا صاحب الأمجاد، فحبك بدأ لنا في ليلة الميلاد. فخلينا نسمع الترنيمة من فريق ألحان السما. يا ترى جاهزين؟ قلوبنا يا صاحب الأمجاد،
بشكر طبعا فريق كورال الألحان السما، الترنيمة حلوة خالد، ثانك يو بجد على اختياركم كمان للترنيمة دي. طيب قبل ما نسمع الترنيمة عماد كنا بنتكلم عن المسيح وازاي تناول انجيل متى وانجيل لوقا المسيح من زاويتين مختلفتين. اتفقنا ان احنا نتكلم خلال الحلقة عن شخصيات في حياة الميلاد او في قصة الميلاد. خلينا نبتدي طبعا بيوسف البار او زي ما سمى الكتاب يوسف البار. في انجيل متى بيقول اما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان برا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا، ولكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور إذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل بها فيها من الروح القدس. أنا عايزة برضو إن احنا نتكلم عن يوسف البار. يمكن مش كتير في الكتاب المقدس اللي تسموا بالبار، إنه الإنسان يبقى بار دي حاجة كبيرة قوي، خاصة في عينين ربنا. يعني ممكن في عينين الناس تقدر توري للناس حاجة حتى أنت مش عليها، بس إن أنت تكون بار في عينين ربنا دي بتبقى حاجة كبيرة قوي. فلو تكلمنا عن يوسف البار نقول عنه إيه؟ يوسف طبعا شخص مبهر مبهر، وشفناه من يوسف في الجزء اللي قريتيه داليا انه حصل نوع من انواع الالم، انه هم كانوا مخطوبين والعذراء مريم كانت بنت تقية جدا ومتعبدة لله وعلاقتها بالله قوية جدا جدا وغاية في الطهارة، وهو كان يعني مش ممكن ابدا يعني يتصور انها ممكن تكون تحمل جنين في احشاء. ده مجتمع شرقي ومجتمع متشدد، ومشهد زي ده مؤلم مؤلم عليه كراجل، وهو لسه ما اتجوزهاش، هم كانوا مخطوبين وكانت الخطوبه في الزمن ده بنفس قوه الجواز يعني، وكانت تقعد سنه وما تتفسخش، يعني الخطوبه كان وراها طلاق ما كانش وراها فسخ خطوبه، يعني مش هيقلع دبله يبقى كده زي ما دلوقتي مثلا مش محسوبه اتنين يعني لابسين دبل لا لا، الخطوبه كانت في الوقت ده بنفس قوه الزواج. وكان لابد ان يحصل طلاق، يعني رباط قوي كانت. قوي جدا قوي جدا. وعند المجتمع اليهودي ده اغلب الخطوبات كان ياخدها الاب والام، لان هم كان بيجوزوا اولادهم وبناتهم بدري، وكانوا بيشعروا انه الجواز ده قرار هم ولادهم اصغر من ان هم ياخدوه، فكان الموضوع يعني موضوع سيريس يعني جدا جدا. فانه العذراء مريم يكتشف انها تحمل جنين في احشائها امر صعب عليه قوي، بس زي ما انت قريتي يقول انه لم يشأ ان يشهرها، يعني شعر كده بينه وبين نفسه انه انا مش هجيب سيره لحد خالص، لكن بيني وبينها هقول لها انه خلاص انت يعني محلوله من رباط اللي بيننا، وخلاص ربنا بقى يعني يغفر لك. وبيقول انه هو متفكر في الامور دي، كان في باله الكلام ده كله، عمال يشوف يحل المشكله ازاي، قاعد متضايق تفتقده نعمه ربنا بزياره من ملاك الرب ويقول له لا ما تخافش، هي حبلى من الروح القدس، وقال انها تلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. قال له كمل مشوارك، واللي جاي ده ابن العلي، ده ابن الله، انت هتربي ابن الله، شوفي المجد والكرامة. قال له انا هأتمنك على ابن الله انت تنشئه، وكمل يوسف بمنتهى الامانة بمنتهى الاستقامة مشوار صعب جدا جدا. وطبعا كلنا عارفين القصة، يعني لما راحوا الاكتتاب ويدوبك راحوا الاكتتاب مفيش بعد شوية راح واخدها ونازل لغاية مصر، ويقعدوا يلفوا في مصر أكتر من 3 سنين لف مجهود شاق جدا، لكن هذا الرجل كان رجل غير عادي. طب أنا عايز أسألك برضو في الحتة دي يا مان، إنه بسهولة كده الإيمان، يعني إحنا عندنا دلوقتي الإيمان ده حاجة صعبة أو التصديق حاجة صعبة، إزاي يوسف النجار كده ملاك ظهر له وهو بمنتهى الإيمان يعني صدق وآمن ووثق في كلام ربنا، يعني
احنا في الوقت الحالي بيبقى عندنا الايمان ده مشكله صعبه جدا، اللي هو ربنا حتى بيقول لنا انه ما فيش حد عدى عنده الايمان اللي هو زي حبه خردل. فللدرجه دي كان فعلا يوسف البار كان عنده الايمان القوي دوت ان هو يامن بسهوله كده، ولا كانت ولا زي ما انت بتقول كده صعب عليه كان يصدق برضو او صدق؟ هو كانسان الاول تاب، كانسان ما قدرش يعني عايز يمشيها خلاص، يعني خد قرار بينه وبين نفسه انه انا مش هقدر اكمل مع مريم، لغايه لما ربنا قال له لا كمل، وانا بقول لك انه هي مش حامل من انسان، دي حامل، ده عمل الروح القدس. وطبعا في حته هنا مهمه قوي، انه في صلاه الصلح في القداس البسيلي احنا بنصلي بنقول يا الله العظيم الابدي الذي جبل الانسان على غير فساد. احنا خلقنا على غير فساد، يعني خلقنا للخلود. ودي كانت اساس الخلقه بتاعت الانسان. وبعدين نكمل ونقول والموت الذي دخل الى العالم بحسد ابليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح. فكل ابن لادم اخذ نفس الجسد القابل للموت. فاحنا كلنا من نسل ادم ورثنا الجسد اللي افسدته الخطيه، وبالتالي كلنا خاضعين لحكم الموت. فكان لابد ان يدخل الى البشر شخص لم ياخذ هذه الطبيعه، وبالتالي كان لازم العذراء مريم يكون في احشائها جنين مش من انسان ولكنه انسان. فاحنا قدام مشهد صعب صعب، وما يتقبلش الا باعلان. يعني لو جبتي حد زي يوسف النجار تقنعيه انه هي مش هتيجي غير كده، لازم اعلان. واعلانات الله هي كفيله جدا انها بتقود الانسان. فالايمان اللي بيبقى في قلوبنا الله بيدينا الحته دي، هو بيديها لنا، يدينا ان احنا تنفتح اذهاننا نفهم نستوعب بالاعلان بتاعه، لكن الذهن البشري لوحده امكانياته ما توصلش. يعني عشان الواحد يبقى عنده الايمان ده مش ما يعتمدش برضو على نفسه وقدراته، يعني ممكن في صلاته دايما يطلب من ربنا ان هو يديله ايمان. احنا بنصلي ان ربنا يدينا ايمان، ولما بنصلي ربنا بيفتح عيون في اذهاننا وفي ارواحنا فنستوعب حقائق روحيه احنا لوحدنا ما نقدرش نجيبها. عشان كده يقول انه الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمه هو الذي انار في قلوبنا او اشرق في قلوبنا لاناره معرفه مجده في وجه يسوع المسيح. انه معرفه الله في المسيح دي اشراقات من الله، ده نور من الله بيحطه جوانا. فهو اللي قال ان يشرق نور من ظلمه اشرق في قلوبنا عشان نشوفه في المسيح. فهو هنا بينور على قلب يوسف النجار وبيقول له هي حبلى بس من الروح القدس، لانه الفادي لازم يجي بلا خطيه، لازم يجي بلا عيب، لازم يقدم حمل ما فيهوش عيب. ومش ممكن انسان من ولاد ادم هيعرف يعمل الشغلانه دي لانه محكوم عليه بالموت، انما المسيح لانه ما خدش الطبيعه دي عاش على الارض بلا خطيه فلم يتمكن منه الموت. طبعا كل ده بالنسبه لحد زي يوسف الله اعلنه له قال له اطمن هي حبلى من الروح القدس، ده عمل الله، ده سر الهي، الله اداها ان يكون في بطنها جنين. وقبل يوسف بمنتهى التواضع والتحمل والطعم طاعه انه حاضر يا رب. وعلى فكره ده سر كل ولاد ربنا انهم بيعرفوا يقولوا حاضر، رغم انها بتبقى صعبه جدا، وكانت صعبه في المجتمع ده في الوقت ده، لانه ده معناه انه هيكمل يلف بيها في كل حته وهي حامل، ما هو حامل دي يعني بطنها بتكبر، وهو ماشي جنبها في كل حته وعارف انه اللي في بطنها ده هو ابن مش الله. ابنه بس ابنه. هو مش من الناس بس من الناس. هو الاله والانسان اللي اتقابلوا مع بعض في شخص يسوع المسيح. هل برضو لانه كان بار وكان قاري في التوراه او في العهد القديم كان عارف برضو النبوات ان هي بتقول كده، وده كان برضو سبب بالزبط. من اسبابه بالظبط طبعا. فطبعا قربه من ربنا كان في اعداد روحي موجود هو جواه بقاله فتره طويله كرجل قريب من الله زي ما انت وصفتي بالظبط. طيب
برضو من ضمن، مش عارفة احنا كده غطينا يوسف ولا برضو يمتاز يوسف غير عن النبار، لأنه الإنجيل برضو ما تكلمش كتير عن يوسف. يمكن ألاحظ برضو الناس القريبة كانت من ربنا مش دايما الإنجيل برضو يمكن كلمة واحدة من ربنا بتوفيهم يعني حقهم. بس هل يوسف كان في قصة الميلاد ليه دور تاني؟ يعني برضو إيه دوره إنه هو مشي مع العذراء؟ يمكن اتنقلوا برضو قعدوا في مصر يمكن مدة تصل لست سنين، ودي مدة مش قليلة برضو. القديس لقى هيشاور عليه لما نروح عند إنجيل لقى هنطلع تاني مشاهد ليوسف، لانه يوسف النجار الكلام عنه يطول. يعني شخصيه جميله جدا. طيب يبقى خلينا نتناول في شخصيه العذراء مريم، الشخصيات طبعا اللي هي ليها دور كبير في حياه او في قصه الميلاد بالذات، ويمكن برضو عند الصليب. يعني في اصعب المواقف كانت العذراء مريم زي ما بيقولوا يعني انه هي رغم انه هي صغيره في السن بس يعني كان عندها قوه بجد الاحتمال، يعني مش اي بشر برضو غير بقوه من ربنا او بعنايه من ربنا او بنعمه من ربنا يقدروا يتحملوا كده. فلو اتكلمنا برضو عن العذراء مريم في قصه الميلاد من الزاويه اللي اختارها متى، انجيل متى. انجيل القديس متى ما ركزش قوي في كتاباته على شخصيه العذراء في الاول زي ما القديس لوقا ركز، لكن هو ركز اكتر على شخصيه يوسف، وبعدين حكى انه المسيح اتولد وراح ناقل على طول على المجوس وعلى هيرودس. عشان كده يعني يمكن شخصية العذراء هتبان أكتر في لوقا، في إنجيل لوقا. بس هنا ظهور المجوس كان حدث يعني كبير جدا جدا، والمجوس دول علماء فلك، يعني مجموعة بيدرسوا النجوم والكواكب في دراسة حركة النجوم وحركة الكواكب. أروا أنه في ملك عظيم جدا هيولد، وابتدوا يشوفوا نجم الملك ده وابتدوا يتحركوا ورا النجم ده. وكانوا على درجة من القناعة تاني. احنا بنتفرج على ناس يا داليا الحركة وقتها كانت صعبة. يعني عشان تاخدي قرار مثلا انك انت تتحركي سفر 4-5 ساعات بالعربية، ده اوريدي احنا بنفكر فيها قبلها بيوم، صح؟ بتقعدي قبلها باسبوعين تجهزي. دول كانوا ناس يعني ياخدوا شويه حصنه او شويه حمير وشويه اكل وميه ويتحركوا. ويتحركوا في مشاوير شاقه جدا. فدول قرروا انهم يتحركوا من ايران يعدوا على العراق، لانه كان دايما الحركه جنب مصادر الميه. فكان المشوار ياخدوا العراق وبعدين يوصلوا لغايه النص كده وينزلوا على سوريا عشان يوصلوا برضو جنب الميه لغاية نهر الأردن لغاية لما يوصلوا لغاية بيت لحم. إنهم ياخدوا المشوار ده كله بس علشان بيتحركوا وراء النجم بتاع ملك حيولد، لكن هم الله بيحط في قلوبهم وبيحركهم إنه هي دي خطتي وأنا عايز أستخدمكم لإعلان مجيء المخلص. لما نتفرج على سفر يونان نلاقي يونان مبعوث لناس في نينوى ما لهمش أي علاقة بشعب إسرائيل، لكن الله بيكلمهم. لما نتفرج على النعمان السورياني نلاقي عنده بنت يهودية بتشتغل خادمة في البيت، الله كلمه عن طريقها. فبنتفرج على تعاملات الله مع الأمم. غلطان اللي يفتكر أنه العهد القديم كان يخص شعب إسرائيل وبس، لكن الدراسة المتأنية لكلمة ربنا بتبين لنا أن الله كان بيتعامل مع كل ولاده، لأن الكل ولاده. لكن إذا اختص الشعب ده بحمل رسالة معينة، ده مش معناه أنه الباقيين كانوا يعني مفقودين من رعاية الله. لا، زي الله ما كان برضو بيتعامل مع الضعيف، يعني كان بيتعامل مع داود. داود ده كان أصغر واحد في إخواته وغلبان خالص. بالظبط. ففعلا تعاملات الله زي ما أنت بتقول مختلفة. بالزبط. خالص. بعدين ورانا المجوس لما جم، المجوس قدموا عطايا رائعة. هم وصلوا لغاية المسيح، طبعا راحوا اتقابلوا مع هيرودس، هنتكلم عن دي لما نيجي لشخصية هيرودس. لكن وصلوا لغاية المسيح قدموا ذهب ولبان ومر، ودي تقدمة رائعة. انه اغلى حاجة تقدميها هو الذهب، فالناس دي جاية تقدم له اغلى حاجة عندها، عارفين قيمته بقى. يعني هم دول فعلا كانوا عارفين قيمته، هم عارفين كويس قوي ده هو مين، الملك المخلص. فبيقدموا له اغلى عطايا، ذهب، لبان. اللبان كان
رمز لتسبيح الله ورفع البخور لله. والمر، المر ده عطر كان بيستخدم في تكفين الأموات، وكان ليه رائحة رائعة ومذاق مر جدا، مؤلم جدا. فبيتكلم عن مزج ما بين الألم المصحوب بالفرح، انه تتناسم رائحة رائعة لكن الطعم مر. التطيب بتاع الميت، التكفين بتاعه، فرسالة قوية عن انه المخلص اللي حيموت من اجل العالم. وفي نفس الوقت بيقول لي انت كمان قدم للمسيح اغلى ما عندك واغلى ما عندي ان انا اقدمه له. هو انا بقدم له نفسي، مش بقدم له حاجة اقل منها. واللبان انا بقدم له تسبيحي وعبادتي، وبقول له يا رب انا بدي لك حياتي كلها وبدي لك ما يليق بيك كإله أعبده. وفي نفس الوقت المر بقول له أنا مستعد أنا كمان أن أتألم من أجلك، أنه أنا بديك نفسي وبتحول إلى عابد طول عمري ليك، فبجوز في أي ألم قد وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا لأجله. أن الألم اعتبر في عبادتي ليك دي هبة أنا بتقبلها منك وبشكرك عليها، وبقدم لك مع المجوس نية الألم. قال عنها بطرس الرسول تسلحوا بهذه النية، نية الألم، أنه دي أولية أني أنا مستعد كمان أني أتألم وأحمل صليبي من أجلك. فدون نموذج إزاي المسيح يكون غالي وغالي قوي، وإزاي أن حياتي كلها أقل منها ما يتقدمش. فعملوا مشهد توضيحي في غاية الروعة إزاي نستقبل المولود بتاع المزود. طب أنا عايزة برضو أسألك قبل، يعني هم عملوا إزاي فعلا المشهد دوت؟ هم عرفوا إزاي؟ يعني أنا عارفة أنه بيقولوا أنه في النجمة ظهرت، هل دي مظبوط أن النجمة اللي ظهرت للمجوس كانت أول مرة تظهر؟ يعني النجمة دي ما ظهرتش قبل كده بس ظهرت في ميلاد المسيح؟ بالضبط بالضبط. هو حدث بإعلان برضو أنه النجم ده ما عداش عليهم قبل كده، وربنا حط في قلوبهم إعلان أن النجم ده لملك عظيم هيولد في المنطقة بتاعت أورشليم. هم كانوش عارفين هيولد فين بالظبط، بس هم عارفين ان هو في المنطقة دي. فراحوا المنطقة دي وراحوا على هيرودس الملك، قالوا له الملك بتاعكم هيتولد فين؟ قال لهم ملك مين؟ ده كمان قالوها مظبوطة خالص، قالوا أين هو المولود ملك اليهود بالزبط. فهم قالوا بالظبط، هم عارفين هو مين بالظبط. وده عمل اضطراب رهيب، اضطراب لهيرودس واضطراب لكل الأمة. يعني لما تقري في الجزء ده يقول انه هيرودس اضطرب وجميع أورشليم، صح، حصل اضطراب عند الكل. ونتيجة الاضطراب ده هو جمع رؤساء الكهنة وقال لهم ايه الحكاية قولوا لي. ولما عرف بيت لحم قال المجوس ده هيتولد في بيت لحم، ويعني هنجيله لما نتكلم عن هيرودس، ان هيرودس عصبي شوي شويتين. طيب خلينا نسمع ترنيمة برضو من فريق كورال ألحان السماء، ونرجع نتكلم عن شخصيات اللي عصرت قصة الميلاد وكانت جزء أساسي في قصة الميلاد. هنسمع ترنيمة من كورال ألحان السماء اسمها هل كنت تعلمين، ودي طبعا عن العذراء مريم. زي ما كنا بنتكلم، هل فعلا العذراء مريم كانت حاسة بإيه وقت ما هي شايلة المسيح بين إيديها وكانت عارفة أنه هو ده رب الكون؟ وأكيد ربنا برضو كان بيعلن لها قد إيه أنه هو هيتألم وعلى أنه هو اللي هيتمم قصة الخلاص. فخلينا نسمع ترنيمة هل كنت تعلمين من فريق كورال ألحان السماء، نرجع نكمل معاكم. سيمشي فوق الماء، هل تعلمين أن ابنك الحبيب يخلص الخطاة؟ أو تعلمين أن يسوع جاء يمنحنا الفداء؟ العيون وبيده يهدئ الرياح.
كرة الألحان السامة، بشكركم على الترنيمة الحلوة دي. هنسمع لسه معنا ترنيم تانية من كرة الألحان السامة. برضو قبل الترنيمة كنا بنسمع عن، عشان اللي مش بتابع معنا من بداية الحلقة، كنا بنتكلم عن شخصية رب المجد في إنجيل متى وإنجيل لوقا اللي تناولوا قصة الميلاد. كان عماد قبل الترنيمة بيقول لنا أنه متى تناول شخصية رب المجد يسوع كملك، ولوقا تناول شخصية الرب يسوع كمخلص. اتكلمنا برضو عن الشخصيات اللي عصرت قصة الميلاد، اللي هو يوسف والعذراء مريم والمجوس. خلينا برضو نشوف من وجهة نظر انجيل متى، هيرودس ورؤساء الكهنة كان ايه وظيفتهم في قصة الميلاد. فعماد، كانت ايه وظيفة هيرودس ورؤساء الكهنة في قصة الميلاد؟ بحسب انجيل متى اصحاح 2، زي ما شفنا انه المجوس وصلوا الى ارض اورشليم وابتدوا يقولوا هو فين ملك اليهود، فحصل اضطراب في كل اورشليم وفي قصر الملك هيرودس، وهو كان شخص دموي جدا، دموي. والراجل ده ملك فتره طويله وكان بادي بانشاءات كتير وانجازات كتير، عايز يكمل، فاكر هيكمل يعني. اداله ثقل شويه في الاول واستحسان عند الرومان انه يكون بيملك على اليهوديه، وبعدين ابتدى يبقى عنده قدر عالي جدا بعد ما يعني اترستق ملكه. كان عنده انسكيورتي عاليه قوي، فكان اي حد يشعر انه ممكن يتآمر يعني عليه كان بيموته. فمثلا موت مراته وموت حماته، انا ما كنتش عارفه الحاجات دي بجد. اوكي. موت 3 من ولاده. واو. كان دموي قوي. عشان الملك، عشان خوفه على مجرد الملك. احساسه انه ممكن يكونوا بيتامروا عليه. فتخيلي واحد بالعقليه دي وبالشراسه دي لما يسمع انه اتولد ملك. فكان هيرودس بيوري لنا قد ايه قوه الشر لا تقبل ابدا ولاده المخلص. وبتترسم كل ملامح الميلاد، بنشوف كمان جزء من الملامح الرفض القوي وكل ملامح الشر وبأبشع ما يمكن. واحد بيقتل افراد اسرته عشان الملك، بيقتل زوجته عشان الملك، بيقتل حماته عشان الملك. من كتر الشر بتاع هيرودس بيحكوا انه لما قرب يموت جمع كل الاشراف بتوع اورشليم سجنهم، لانه كان حاسس انه مش محبوب، فقال انه هيسجنهم عشان اول ما يموت كان اصدر امر بقتلهم كلهم عشان يبقى في حزن في كل البلد، لانه كان شاعر انه لو مات محدش هيحزن عليه. فكان عايز الناس تحزن، فقال انا هجمع كل الاشراف بتوع البلد يموتوا هم كمان. كان شخص شرير جدا. أنا هكمل معاك عماد عن شخصية هيرودس، لأنه معانا بس تليفون، أخد التليفون ونرجع نكمل عن شخصية هيرودس بعد إذنك. اتفضل أستاذ شوقي، اتفضل أستاذ شوقي.
استاذ شوقي حضرتك سمعنا؟ ايوه مساء الخير. مساء النور. دلوقتي انا سامعك كويس. اتفضل. بالنسبه التلفزيون الجايه كان بتقول ان المسيح قعد في مصر 6 سنين. ده مش صح. طب ايه الصح؟ قعد بس 3 سنين. 3 بس؟ مظبوط. ثانك يو سو ماتش على ان انت صلحت لي المعلومه. بشكرك استاذ شوقي. ده لسه شويه وبعدين عايزين. هل دلوقتي هتتكلموا على اذا كان يوسف اتجوز العذراء بعد ولاده الطفل يسوع ولا لا؟ انا شخصيا او كل الارثوذكس الناس الارثوذكس بيقولوا لا، لان تعليل لهذا الخبر لو كان لوقا هو كتب كتير قوي عن شخصيه العذراء، ما ذكرش في انجيل لوقا ان العذراء حبلت وجابت اخوات المستر يسوع. فمعناها ان اعتقاد الاخوه البروتستانت هو بيسالنا خطأ. يعني هنقول ايه عن الموضوع ده؟ حاضر. بس انا رايي كده، لان اخوه المسيح اللي بيتكلموا عليها الاخوه البروتستانت دول اولاد اخت العذراء. احنا يعني فعلا ايماننا بيقول ان هي العذراء دائمه البتوليه، صح؟ البتوليه لان العذراء لها اخت سموها لما اتولدت سموها مريم. قالوا احنا مريم الاولانيه راحت لربنا، انا هنسلم الثانيه نسميها برضه مريم. وبالمناسبه مكتوب في اصحاح 16 في انجيل يوحنا ان العذراء كان ليها اخت الثانيه، ان العذراء كان ليها اخت اسمها مريم بالظبط، وتجوزت واحد اسمه كلوبا. وكلوبا ده هو كان يعني خلف من عذراء اختها 4 اخوات، 4 فول تشيلدرن، ودول بيعتبروهم الاخوه البروتستانت ان دول اولاد عذراء مريم، فده اعتقاد خاطئ. تمام يا استاذ شوقي، انا بشكرك على اولا ان انت صلحت لي المعلومه، وبشكرك تاني ان انت اثرت النقطه دي، لانه فعلا ايماننا بيقول ان العذراء مريم هي دائمه البتوليه، ده يعني اللي احنا بنؤمن بيه. فبشكرك مره تانية وثانك يو سو ماتش، وكل سنه وحضرتك طيب. طيب عماد، احنا كنا بنتكلم على احنا انت هتوضح لنا اكتر دوام بتولية العذراء لو تسمح لما نتكلم عن انجيل لوقا، بس احنا كنا بنتكلم عن هيرودس ورؤساء الكهنة. كنت بتقول لنا قد ايه هيرودس كان انسان بجد شرير بمعنى الكلمة، وكان خوفه على ملكه كان لدرجة انه ممكن يقتل، قتل زي ما انت بتقول كده، قتل ولاده وقتل مراته خوفا بس على الملك. وبالدليل برضو ان هو قتل كل الاطفال علشان بالزبط. يحافظ على ملكه، يعني بالزبط. ما كانتش فارقه معاه ان دول اطفال، وده برضو يمكن ربنا بيورينا انه ده اللي احنا بنشوفه برضو في وقتنا دوت، انه قد ايه نفس اللي حصل في وقت ولاده المسيح، وانه في اطفال ماتوا شهداء حتى من غير ارادتهم. فيمكن ده اللي بيحصل لنا دلوقتي ساعات، احنا عندنا اطفالنا برضو بتموت شهداء. يمكن ربنا عايز يقول برضو انه ما تقلقوش، يعني انه ده حصل برضو في قصة الميلاد. تمام. فلو كملنا عن هيرودس ورؤساء الكهنة، احب برضو ان انت تكملي كانت لدرجة قد ايه انه هو كان خايف على ملكه. هيرودس دايما في الاداء بتاعه ده بيعبر عن كل فعل للانسان العتيق اللي جوانا لما بيحصل الصراع بتاع التغيير، لانه اينما وجد المسيح وجد ليغير.
المسيح ما بيتواجدش ابدا مع الطبيعه القديمه. يقول القديس بولس في كورنثوس الثانيه 5:17 ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده. الاشياء العتيقه قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، ولكن الكل من الله. ان الجديد ده كله هو من المسيح. وونس ان انا في المسيح، اذا انا في حاله مستمره من التغيير. قد خلعتم العتيق ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفه بحسب صوره خالقه. فهيرودس ده هو كل واحد فينا بيتصارع جواه مع لحظات الميلاد دي. انه بيبقى جوايا خوف على الانا، انه المسيح او على الخطيه اللي انا بحبها، على كل حاجه انا متمسك بيها المسيح خايف لو دخل جوه قلبي هيقول لي سيبها. فيبقى فينا نفس الشراسه دي بصراحه. مش معقول. نفس الشراسه، انه انا عايز المسيح اللي بيتولد من جديد جوايا، مش عايز الولاده دي تتم، وعايز احاول على قد ما اقدر ان انا احصره فيا. وبدل ما هو يميت الذات، الذات تتنمر جدا فيا لكي تميت المولود ده. فمشهد هيرودس انا بيلفت نظري قوي، لاني بشوفه جوايا وبشوفه جوا ناس كتير يتصارعوا جدا ويطلعوا كل اسلحتهم عشان يحاولوا ان هم يجهدوا لحظه ميلاد جديد لحياه توبه، لتغيير، لقرار مصيري في حياتي انا محتاج اخده. وربنا بيقول لي اتحرك في الاتجاه ده، انا عايزك تطلع من الضيقه دي او من الخطيه دي او من العلاقه دي او من الرابطه دي او من العاده دي. ويفضل يشجعني بلحظات ميلاد حقيقيه يقول لي فيها امسك فيا وواحد تاني جديد جواك هيتولد. فالدمويه اللي كان فيها هيرودس والشر اللي كان فيه هيرودس دي علامه ومستمره لغايه النهارده. لكن طبعا زي ما انت قلتي هو كان دموي جدا تو ذا اكستنت انه موت كل الاطفال اللي كانت في بيت لحم من سن سنتين لتحت. فورانا قد ايه هو كان يعني الصراع، او احنا يعني زي ما انت بتقول الصراع، يعني ان احنا ممكن قد ايه في ناس بتدوس على كل حاجه عشان تعمل برضو اللي هي اللي عايزاه، واللي عايزها ده بيبعدها عن ربنا. وبيبقوا خايفين على نفسهم من المسيح. تركيبه غريبه، انسان غريب. تخيلي ان الله اللي خلقني تيجي لحظه ابقى خايف على نفسي منه. يعني انا تصورت انه اللي انا عامله لحياتي السيت اب ده هو اللي بيسبتني، هو اللي بيفرحني، هو اللي بيسعدني. فالمسيح لو دخلته حياتي هيلخبط لي كل ده وهبقى شخص يفتقد الى السعاده. الشيطان بيوصل دي لنا. فيجي المسيح نحتفل بكل حاجه الا بيه. يعني الشوارع تنور والبيوت تنور والضحكه تعلى والهدايا تروح من كل واحد للتاني، تكست مسج وتكست مسجز وحاجات في منتهى الجمال. الا ان المسيح يتولد في القلب، لا دي لا. هنفرح مثلا ان احنا ناكل اكله حلوه، نشرب، ننبسط، نهزر، نجمع مع ناس بتعرف تهزر وتضحك، الجو ده حلو بيفرفشنا، بس مش دي الفرحه بتاعت المسيح. دي الفرحه اللي بنجري بيها من المسيح. فاكره بالمناسبه انا شفت حد حاطط على الفيسبوك النهارده، بس فعلا ماشي مع كلامك، حاطط صوره لايك قطع لحمه وكاتب عليها coming soon. ففعلا تحس يعني طب احنا مش عايشين اللحظه دلوقتي اللي هي الحلوه ان احنا صايمين او ان احنا فرحانين بميلاد المسيح، احنا مستنيين فعلا. يمكن هي حاجات صغيره بس قد ايه يمكن بتزعل ربنا برضو، رغم انه هي حاجه صغيره او بناخدها بهزار. ف انت لفتي نظري لحاجه، انه كل الصوم في الكنيسه مرتبط بالعيد. يعني قيمه الصوم وجماله وحلاوته من الصيام، شدة فرحة العيد، الفرحة بتاعة العيد. فميلاد المسيح الكنيسة سلمتنا الصوم اللي موسى صامه 40 عشان يستلم لوحي الشريعة. فموسى قعد 40 يوم صايم عشان ياخد الكلمة المكتوبة على حجر. احنا بنستلم الكلمة الحي مولود فينا. فالكنيسة بتقول انه اذا موسى صام الأربعين يوم دولت علشان حجارة اتكتب عليها كلمة الله، طب احنا بنصوم من اجل الكلمة الحية اللي اتولد في حياتنا كلنا، لان الله هو الكلمة برضو. اكزاكتلي. فبالاولى احنا ككنيسة هنصوم الاربعين يوم دول، وزاد عليهم بعد كده التلات ايام بتوع نقل جبل المقطم عشان الشعب ما ينساش المعجزة الرائعة اللي حصلت دي. فبقينا بنصوم التلاتة واربعين يوم. حلاوة الصوم من حلاوة العيد، والارتباط بالصوم من ادراك العيد. فكل عيد في الكنيسة بنصوم قبليه
واحنا فاهمين بنصوم ليه ومستمتعين بالصوم كاستعداد للعيد. بره ده الصوم بيفقد معناه. فيمكن الاخ اللي كاتب coming soon ده يعني coming soon لحمه. طيب انت قلت برضو عماد هتكلمنا عن رؤساء الكهنه، بس هي طبعا شخصيه رؤساء الكهنه في انجيل متى، خليني اقرا الايات بالظبط اللي بتتكلم عن رؤساء الكهنه. في عدد أربعة. أربعة. في إصحاح 2 عدد أربعة. فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبت الشعب وسألهم أين يولد المسيح، ده طبعا هيرودس، فقالوا له في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي، وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا، وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فإخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. وإذ أوحي لهم في حلم ألا يرجعوا إلى هيرودس، إن صرفوا في طريق أخرى إلى كورتهم. تمام، عملوا قصة شيقة جدا. شكل النجم وهو ماشي وهم ماشيين وراه، وبعدين يقف فوق المسيح بالظبط فيعرفوا أنه هو ده، ويفرحوا فرحا عظيما ويفتحوا كنوزهم، وطبعا فتحوا قلوبهم كمان قبل كنوزهم للفرح. فاحنا قدام ناس عارفة تتقابل يعني زي ما المسيح عارفة تستقبل المسيح. لما تقارني دول بقى برؤساء الكهنة، رؤساء الكهنة عرفوا والبلد كلها عرفت ان المجوس موجودين وبيقولوا ملك اليهود فين، هو اتولد. فالاضراب عم اورشليم كلها، لان اورشليم عارفة كلها انه هيرودس شخص دموي، وونس انه عارف انه في ملك تاني الدنيا هتتقلب، ورؤساء الكهنة عارفين الكلام ده. فقال لهم تعالوا قولوا لي نبوات قالت ايه عن المسيح، هو هيتولد فين، هتقولي المعلومات كلها. جابوا له كل المعلومات، وبعدين ما سمعناش منهم حاجة تاني خالص. فكان نفسي أشوف واحد بس من رؤساء الكهنة يخش يحضر يتتبع يثير الفضول أو الغيرة الروحية تحرك قلبه ويروح مع المجوس. لكن للأسف رؤساء الكهنة عملوا بالظبط اللي هيرودس عايزه، وخافوا هيرودس أكتر ما خافوا الله في الوقت ده. وبدل ما يروحوا هم كمان يتتبعوا ميلاد المخلص، ادوا الرسالة لهيرودس وقالوا البعض ما معناه يعني ايه احنا كده عملنا المطلوب مننا، كل واحد يرجع بيته ويعني ربي عيالك بمعنى خوف بسيط. يعني الخوف بالظبط بالظبط، ودي احدى العوائق بتاعه ميلاد الله في قلوبنا لما بنخاف. طيب بنخاف على نفسينا وعلى اماكننا لدرجه ان الخوف خطيه يعني طبعا يعني. طبعا طبعا، انه اما الخائفون وغير المؤمنون دول اول لسته في اللي مش هيدخلوا الشام. طبعا احنا هناخد تليفون ونتكلم بعد التليفون دوت. اكشلي بعد التليفون هناخد، طيب مش معانا، طب مدام في فيها ترجعي تتكلمي تاني، معلش احنا سوري لو سيبناكي على الخط، بس خلينا نسمع بعد. يعني هسألك سؤال عماد وبعد كده ممكن نسمع ترنيمة لأنسى عاما قد مضى. عايزين نفتكر زي ما انت بتقول كده انه ربنا اتولد علشان يقول انه انا معاكم طول الايام، انا جيت وعشت زيكم. انا جيت وكنت على الارض زيكم بكل مراحل حياتكم ديت، من البداية للنهاية، من ساعة ما كنتوا اطفال انا مريت بكل المراحل دي. فقبل كده عايز اسألك انه يعني قبل ما ناخد وجهة نظر القديس لوقا في ميلاد المسيح وفي شخصيات الميلاد في انجيل لوقا، كلمة في ميل الزمان هي بجد كلمة يعني بحبها قوي، بحس انه حتى يعني مش كتير كل مننا يعرف يعني ايه كلمة في ملء الزمان. في ملء الزمان بتعني في الوقت المناسب. دايما عند ربنا في اوقات مناسبة، ودايما عند ربنا لكل حاجة تحت السماء وقت. في قصة الميلاد كان ايه توقيت الميلاد؟ ازاي هو توقيت الميلاد ده كان وقت مناسب؟ وليه ربنا سماه في ملء الزمان؟ سؤال لطيف.
طبعا لما ندرس قصة تطور الإنسان نلاقي أنه الإنسانية عدت بمراحل كتير قوي قوي من التطور، من فكرة الأسرة لفكرة القبيلة لفكرة الصراعات بين القبائل لفكرة وجود ملوك لفكرة وجود دول، وكمان تطورت اللغات وتطورت الثقافات والحضارات وتطور في معرفة الله إيفن. فزمان الميلاد هو الزمان اللي كان فيه في كل أو في أغلب المدن على مستوى العالم توجد مجامع يهودية، ففي كل بلد في بذرة يهودية. فمن ناحية التطور الديني الحاملين لرسالة الله كانوا موجودين وشايلين الرسالة دي من البداية، وابتدى في الوقت ده يكون في انتشار لكلمة رب المجامع في مدن كتير جدا. كل المدن الرئيسية في العالم كان فيها مجامع، وده استخدمه حد زي بولس الرسول جدا في سفر أعمال الرسل، انه كان في كل حتة يدخل الأول يبتدي بالكرازة جوه المجامع اليهودية يتكلم عن المسيح المنتظر اللي أعلن خلاص وجه وتمم الخلاص على الصليب. فمن الناحية الدينية كان المسرح بتاع الأحداث معد جدا. من ناحية الثقافة كانت اللغة اليونانية هي اللغة اللي العالم كله بيعرف يتكلمها، زي الإنجليزي مثلا دلوقتي الناس كلها بتتكلم لغتها وبتتكلم الإنجليزي معها، يعني لغة universal يعني. Exactly. فكان العالم كله بيعرف يتعامل باللغة اليونانية، فكان واصل العالم لمرحلة فيها التخاطب التواصل سهل. قبلها بشويتين ما كانش ده ينفع، لأنه ما كانش فيه هذا الانتشار للغة معينة. لكن الثقافة اليونانية لما اتسعت جدا جدا وانتشرت معاها اللغة، فبقى العالم كله بيعرف يتواصل ويتكلم بلغة يونيفرسال زي ما انت قلت. في نفس الوقت كانت ابتدت توجد منذ فترة طويلة لم يوجد قوة واحدة مهيمنة على العالم. في الفترة دي كان ابتدت الإمبراطورية الرومانية ترسي كل قواعدها بقى حوالي 40 أو 50 سنة. فكان يوجد حالة من السلام، مفيش صراعات تانية، كانش في حروب خالص. خلاص الإمبراطورية الرومانية أحكمت قبضتها على العالم القديم كله، وكان اتقال وقتها أن كل الطرق تؤدي إلى روما. يعني أنت من أي حتة في العالم كله تقدر توصل لغاية روما، لأنه بقى في شبكة طرق الرومان خلقوها تسمح ليهم أن هم يكون العالم كله تحت قبضتهم. فكان العالم في الوقت ده كأنه هي دولة واحدة بس بتتكلم لغة واحدة، يوجد رسالة من الله موجودة في كل مكان. فكان في الزمن ده هو ملء زمان إعلان خطة الخلاص. وقد كان أنه بالفعل إنجيل الكل عرف يقرأ، الرسالة وصلت للكل، المجامع كانت المفاتيح الرئيسية للكرازة في كل البلاد. ما كانش فيه جيوش، ما كانش فيه سيوف، ما كانش فيه تحالفات، ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه ميديا، ما كانش فيه حاجة خالص. كان فيه ناس لابسة صنادل هي إنجيل السلام زي ما قال بولس الرسول في رسالة أفسس، وبتلف بالإنجيل ده في كل حتة، وبتتكلم عن المسيح اللي حب العالم كله واللي مات من أجل خلاص العالم كله. بس لأنه كان ملء الزمان والوقت المناسب الكرازة انتشرت في كل المسكونة، وزي ما قال التلاميذ البسطة دول فتنوا المسكونة كلها لأنه كان ملء الزمان. كلمة حلوة، فتنوا المسكونة. طيب مدام فيفي، thank you for calling back. مدام فيفي تفضلي. ألو، أهلا سلام يا داليا. أهلا وسهلا. البرنامج صراحة هنصلي ونرنم ده جميل جدا، عشان بتجددوا كل مرة، كل مرة بتبقى في حاجة جديدة، يعني بتجيبوا ضيوف مملوئين نعمة وبيتكلموا كلام جميل أول مرة نسمعه، وسلام للضيف والكورال الجميل اللي احنا بتاع كنيستنا ده اللي هو يعني ألحانه وأصواته جميلة جدا. أكشري احنا كمان بنشكرك طيب. وانتي طيبة بنشكرك، لأنك برضو دايما بتدينا تعليقات ومدخلات حلوة، فدايما متجددة برضو. أنا كنت عايزة بس أقول حاجة صغيرة عن بشارة رئيس الملائكة جبرائيل للعذراء مريم. هي كانت بشارة صغنونة خالص، لكن بتلخص العقائد المسيحية كلها. يعني مثلا زي التجسد الإلهي، أما قال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله. نمرة اتنين، بتمثل ألوهية المسيح. يعني الملاك أعطاه ثلاث أسماء، قال لها يسوع اللي هو يخلص،
وابن العلي وابن الله، دي بتدل على ألوهية السيد المسيح، الألوهية بتاعته. نمرة ثلاثة، الناسوتية بتاع المسيح، أما الله إن الله يأخذ جسد بشرية من العذراء ما لها المولود منك، المولود منك يعني ده الناسوت بتاع السيد المسيح اللي خده من الست العذراء. نمرة أربعة، الثالوث القدوس اللي هو الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي اللي هو الآب تظللك، ده الآب، والقدوس المولود منك يدعى ابن الله، ده الابن. وفي الأول قال الثالوث القدوس الروح القدس، يبقى الثلاثة الثالوث القدوس كلهم مجتمعين في الآية دي، الثلاث أقانيم. نمرة خمسة، آخر حاجة، الميلاد العذراوي للمسيح، إنه يولد بالروح القدس بدون رجل أو زوج أو أب بشري. لكن المعجزة العجيبة اللي هي دي يعني عمرها ما تحصل، يعني حصلت عمرها ما تحصل تاني، إنه هو ولد إنه زي كل البشر لكن ورث، لم يورث الطبيعة البشرية الساقطة. هي دي المعجزة اللي أخذها من الست العذراء، عشان هو طهر أحشائها من جوه والروح القدس حل عليها. آخر حاجة، مخلص العالم، بيضع اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. مخلص يعني كلمة مخلص، ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. وسوري صوتي عشان واخده دور في لا سلامتك الف سلامه، صوتي مش حلو بس انا عجبني التاملات دي فقلت اقولها. وكل سنه وانتم طيبين، وكل مره هنشوف الاحسن والاجدد. وميرسي خالص للكورال والضيف اللي معاكي، وثانك يو داليا، وربنا معاكي. ثانك يو انا كل سنه وانت طيبه وسلامتك الف سلامه. الله يسلمك. طبعا مدام فيفي دخلت لنا بجد، يعني هو ده يمكن ده اللي كنا هنتكلم عنه، المسيح الملك، بس دايما تعليقاتها حلوه بجد. فهنتكلم، صوتي مش حلو بس كلامها حلو. صوتها كلامها حلو صراحه. طيب احنا هنسمع ترنيمه تانية من كورال فريق الحان السما، بما ان احنا بنتكلم عن الميلاد ودايما فترة الميلاد بتيجي برضو مع بداية السنة الجديدة، ويعني أنا متهيالي برضو أنه ميلاد المسيح في قلب كل واحد دي بداية سنة جديدة. يعني التواريخ دايما مش مهمة، التواريخ دي إحنا بنحطها، والسنين إحنا حاجة إحنا منظمينها، بس ربنا حتى مش بيستنى مننا أن إحنا نبتدي سنة جديدة عشان نتغير. فهو يعني بداية التغيير هي بتعتبر بالنسبة لربنا بداية جديدة وصفحة جديدة معاه. طبعا ما ننساش كل الأيام اللي فاتت وكل السنين اللي فاتت، قد إيه ياما مرات ربنا ستر علينا، وياما مرات شلنا ربنا من وسط متاعب كتير ومشاكل كتير. الترنيمة بتقول لأنسى عاما قد مضى يفيض بالحب واللطف والعناية والعطف من ربي. وده الحقيقي فعلا، ربنا يعني من كتر محبته بتبقى فياضة قوي. فخلينا نسمع الترنيمة من فريق كورال ألحان السما، لأنسى عاما قد مضى. ولا أنسى
صالي ولا أنسى أنني كنت بين يديه وقد حملني كما يحمل الأب ابنه على صدره الحنان ولا أنسى أنني كنت بين يديه وقد حملني على صدره الحنان. بجد ان الترنيمه ما تخلص عشان انتوا بتقولوها حلوه قوي. ثانك يو سو ماتش. طيب احنا كنا بنقول اتكلمنا على دايما بحب الخص احنا اتكلمنا على المسيح من وجهه نظر انجيل لوقا او عن شخصيات الكتاب المقدس في قصه الميلاد من وجهه نظر القديس متى. خلينا بقى ناخد من وجهه نظر القديس لوقا. في وجهه نظر القديس لوقا برضو زي ما انت قلت يا عماد ان هو كان طبيب فكان بيدي شرح موصل ووافي، ويمكن هو برضو اتكلم عن شخصيات جديدة. يعني في متى ما تكلمش عن يوحنا المعمدان، يمكن في انجيل لوقا اتكلم عن يوحنا المعمدان، برضو اتكلم عن العذراء مريم، واتكلم عن زكريا، اتكلم يعني عن حاجات كتيرة قبل برضو بشرط الميلاد، اتكلم عن اليصابات، اتكلم عن حاجة حلوة جدا هي تسبحة العذراء مريم. فمعليش انا هستأذنك ان احنا نتكلم عن انجيل لوقا الاول، يعني استخدم القصة ازاي او اتناولها ازاي، وبعدين نتكلم عن العذراء مريم في قصة الميلاد من وجهة نظر القديس لوقا. طبعا زي ما تفضلتي قلتي ان القديس لوقا لانه كان يعني التركيبة بتاعته والخلفية بتاعته مخليه دقيق قوي. وبعدين القديس لوقا يعني التفاصيل مستمدها من شخصية العذراء نفسها. وكان هو مصاحب جدا للقديس بولس في الكرازة، لان هو كاتب سفر اعمال الرسل. فاحنا قدام شخصية فريدة، عارف ياخد القصص من اصلها وعارف يوصلها لكل الكنيسة. ف التناول بتاعه از يونيك. وبالتالي التفاصيل اللي سردها بين لينا كل الخلفية، مش بس عن ميلاد يسوع المخلص، لكن كمان ازاي يوحنا المعمدان اتولد، وازاي حكالنا شخصية زكريا وشخصية اليصابات، وازاي اليصابات كانت عاقر، وازاي انه هو كاهن وعند الكاهن انه ما يبقاش عنده ولد دي تكسر قلبه قوي قوي. و بالرغم من كده كان متمسك جدا بزوجته، وكانت يعني ايامهم خلاص يعني كبروا شيخه. والقصه اللي كنا عارفينها وظهور الملاك وقال له انه اليصابات هتبقى حامل، وهو يعني قال له ازاي ده الكلام ده يعني هيحصل ازاي، قال له طيب يعني هتاخد علامه انه يعني كلنا عارفين القصه انه ما قدرش ان هو يتكلم لغايه لما يوحنا اتولد وخرج من الهيكل في الوقت اللي كان عليه في الدور ان هو يخش يقدم ذبيحة ويبخر، والشعب كله مستني يخرج، وتأخر جدا في الخروج نتيجة الرؤية، وخرج ما بيتكلمش ولا بيسمع لانه كان بيومئ للناس والناس تومئ ليه، يعني فقد الكلام والسمع. واخد الوعد من ربنا انه هيتولد يوحنا، وقال له انك هتسميه يوحنا، وانه هيكون عظيما امام الرب، وخمر ومسكر لا يشرب، ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس. الى اخر الكلام اللي عن اليصابات الشيء الجميل انه احنا بنتفرج على ناس في منتهى البساطه حوالين المسيح، لكن في منتهى التقوى. يعني هذا الرجل عاش عمره كله، يقول عنه الكتاب، قال عنه حاجه جميله جدا، يقول عليه هو وزوجته كان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. حتة جميلة، هذه الحتة دي لنفسنا احنا بجد نوصل لها كلها، البر أمام الله دي حتة جميلة، حتة جميلة كبيرة قوي قوي. وعلى فكرة تاني لما تيجي تقري أعظم إنشودة كتبها بولس الرسول عن الكنيسة في أفسس واحد صح الأول عدد ثلاثة، يقول إن مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع،
إذ اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه. إنه إحنا اخترنا كلنا، مش بس زكريا وإليصابات، بيكلم على كل كنيسة العهد الجديد إنها تكون قديسين وبلا لوم. هل ده موجود فعلا دلوقتي؟ هل ممكن فعلا نوصل للمرحلة دي؟ يعني فعلا نوصل، ده الأصل. ده الأصل. زي ما أكون بقولك إنه مثلا أنت مصرية، طب أنا محتاجة أعمل إيه عشان أكون مصرية؟ أقولك أنا مصرية، حاجة تعملي حاجة. أنت مصرية، أنت بالجنسية أو بالطبيعة مصرية، أنت مولودة في العطية دي، إن أنت مصرية، فأنت مش محتاجة تعملي حاجة عشان تكوني مصرية. يمكن حد تاني محتاج يشوف إزاي ياخد الجنسية ديت، يمكن يبعت ولاده يتولدوا هناك، يتجوز حد مصري، لكن أنت مش محتاجة تعملي حاجة مني خالص. أنت محتاجة بس تصدقي وتمارسي حقوقك اللي ليكي بحسب الميلاد. فإحنا كلنا مولودين في المسيح، هذا المخلص الذي دخل إلى العالم. يقول أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. بنقول كده في الثيوتوكية بتاعت يوم الجمعة، أنه أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. فإحنا بنسبحه ونزيد علوا من أجل هذه النعمة اللي إحنا بقينا فيها بعد ميلاد المسيح. فلما بنقول على زكريا وإليصابات أن هم بارين أمام الله، إحنا بنقول إزاي كانوا في حالة التقوى دي، إزاي كانوا جمال كده. بس الحقيقة أنه دي البركة الروحية اللي صارت لكل الكنيسة، إن إحنا في اتحادنا بالمسيح، في قبولنا لولادته في قلوبنا، في قبولنا لعمله من أجلنا، في المعمودية اللي إحنا أخذناها لما إحنا نزلنا في جورن المعمودية ومتنا معاه وقمنا معاه، أخذنا كل العطايا الروحية دي. فإحنا معانا الباسبور السماوي، فإحنا بالطبيعة الجديدة إحنا نقدر نكون قديسين وبلا لوم، نقدر نكون مختلفين عن العالم، نقدر نقول لا لأي خطية، نقدر نفحص من العالم فنوجد بلا لوم، لأن إحنا بنقول لأي خطية لا بسلطان المسيح اللي فينا، بنقول لأي خطية لا وبندوس عليها بالشبع الروحي اللي فينا. فإذا كان بعض أفراد الكنيسة هم أعضاء يابسة لأنهم فقدوا الاتصال بالمسيح، وانسن الاتصال ده رجع تاني، كل الحياة اللي في المسيح هتدب فيهم، وهيقدر كل عضو فيهم ان يكون عضو حي ومزهر ومورق ومثمر للمسيح. واحلى حاجة ان الاتصال مش صعب، هي كلمة، هي توبة. بالضبط بالضبط. فهنا شخصية زكريا وإليصابات بيورونا حالة من البر وحالة من التقوى، رغم ان هم بيمروا بصعاب شديدة. اصعب حاجة على كاهن او على امرأة يهودية انهم يكونوا بلا طفل، صعب عليهم جدا جدا لأسباب عديدة اكبر من مجرد الابوة او الامومة. لكن كان دايما بيتعيروا او بيعتبروا في نظر الناس ان هم يعني ربنا مش راضي عنهم، ده كانوا بيعتبروا محرومين من الله. يعني من الله. يعني انه ما يكونش ليك طفل، يعني انت فقدت خالص من ربنا الله. لانه الطفل هو علامة للنسب بعد كده. exactly. فانت كده يعني في حالة من الخصومة بينك وبين ربنا، ربنا مش باصص لك خالص. فالموضوع كان كبير، وهو كاهن، فكان متمرر قوي. بس رغم المرار ده كله، اللي انه عن الكتاب انه كان بار وتقي ويوجد بلا لوم، وكأن الله بيعرف يداوي الجراحة دي كلها بينه وبيننا. يمكن الناس كلها تشوفك تعبانة، بس يجي المسيح يقولك بصي انا حاسس بكل تعبك، انا هعرف اخرجك من اللي انت فيه، انا هعرف اديكي تعزية واديكي نعمة اعلى بكتير من الصعاب اللي بتمر بيها. فتلاقي ناس صعابها ما بتتغيرش، لكن نعمة ربنا بترفعها، وتبقى انت صعبان عليك اللي هم فيه، بس هم وهم جوه التجربة نفسها واخدين من ربنا تعزية، وعارفين يعيشوا باستقامة وبأمانة، لانه الله بيدي عطية خاصة جدا لولاده وقت الضيقة دي. فزكريا وإليصابات واخدين عطية خاصة جدا من ربنا، رغم ان ما عندهمش طفل، الا ان هم كانوا يعني بلا لوم. حاجة جميلة قوي، ناس جمال جدا جدا. أنا الكلام حلو خالص يا عماد. طيب برضو العذراء مريم، معلش نرجع نتكلم عن العذراء مريم في فكرة أو بالطريقة اللي شرحها له، أو تسبيحة العذراء مريم. لو نقدر نتكلم شوية عن تسبيحة العذراء مريم. طبعا أنا عايز أقراها. تفضل. هي الإصحاح الأولاني آية 46. فقالت مريم تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته،
فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقونه صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة كما كلم آباؤنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. طبعا التسبيحة دي قالتها لما اتقابلت مع أليصابات، وهي اتقابلت مع أليصابات لأن الملاك لما ظهر ليها قال لها إن أليصابات هي كمان حامل، فراحت لها جري، وجري دي يعني 4 أيام ماشي وهي حامل، وهي حامل 4 أيام ماشي في الجبل، راحت لها بسرعة. وأول ما شافتها أليصابات قابلتها وقالت لها إنه إيه؟ ارتكض الجنين حبان. قالت لها برضو كلام جميل قوي. لما سمعت أليصابات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها، وامتلأت أليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتكض الجنين بابتهاج في بطني، فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. طبعا الناس دي بتعرف ازاي بقى الروح القدس؟ بيعرفوا ازاي؟ يعني ازاي عرفت أليصابات طبعا انه المولود الجنين اللي في بطن العذراء امتلأت من الروح القدس؟ هي بتتكلم بروح الله. بس الجميل يا داليا انه اذا تصورنا مثلا انه قداسة البابا توادروس جاي زيارة للوس انجلوس، طب نقعده فين؟ استعدادات قبلها بشهر او شهرين تقريبا. هنقابله ازاي؟ نسهل عليه السفر ازاي؟ هيبقى جاي تعبان، نريحه في انهي مكان اكتر مكان يرتاح فيه؟ ازاي نجمع الناس عشان تاخد منه بركة؟ ازاي نعمل له برنامج يخلي كل الكنائس تشبع من وجود راعي الكنيسة وابوها؟ هنفضل بنفكر في كل حاجة ممكن تكون مناسبة للاحتفال بيه بما يليق بيه. فلما بنيجي نفكر مثلا وناخد التشبيه البسيط ده انه الله هيبعت ابنه للعالم، طيب لما يجي يبعت ابنه للعالم نستقبله ازاي؟ نفتح له انهي مكان يقعد فيه؟ نجمع مين حواليه علشان يقابلهم؟ نفرحه ازاي؟ نحتفل بيه ازاي؟ نكرمه ازاي؟ اللي عمله المسيح عكس كل توقعات اكثر الناس تفاؤلا، عكس كل حاجة. نقى ناس بسيطة جدا، نقى ناس غلابة وفقرة جدا، نقى ناس ظروفها الأسرية حتى يعني صعبة بسيطة خالص خالص، وقال أنا جاي في وسط الناس دي وهدخل العالم من الباب ده، والعالم هيتفرج عليا ابن الله بس كمان ابن الإنسان. وكان المسيح يحب قوي لقب ابن الإنسان ده، وكان محبب إليه جدا لأنه بيبين لينا كلنا أنه هو قريب قوي مننا وان هو مش بعيد عننا. وزي ما بنقول في القداس الغريغوري: باركت طبيعتي فيك، ان كلمة ابن الانسان بتورينا ازاي هو بارك الطبيعة بتاعتنا، انه اخذ نفس الجسد وتشارك في نفس اللحم والدم ما عدا الخطية، فبين لينا ازاي هو بيحبنا، وبين لينا ازاي هو قريب مننا في التجسد. فبينما احنا ممكن نقعد نحط سيناريوهات تكرمه قوي وتفخم قوي وتعظم وتمجد فيه قوي، راح منقي ناس غلابة وبسطة وتعبانين وفقرة، وقال انا جاي من الحتة دي مع الناس دي، هما دول العيلة بتاعتي، انا هنقي العيلة دي. هو فعلا يعني حتى انا كنت عايز اسألك السؤال ده بس انت اوريدي فعلا جاوبت عليه. في كل حاجة في قصة الميلاد يقولوا يعني تلاقي الكتاب المقدس لما يتكلم يقول ولد ده من عذراء يتيمة، قرية هي الصغرى، يدعى ناصريا، وكانوا زمان يقولوا يعني ما فيش حاجة من الناصرة بيخرج، من الناصرة يخرج شيئا صالح، وكانت ولد في مزود بقر وهرب من طبعا من وجه يهوذا. كل الحاجات دي حتى يعني زي ما انت بتقول كده ما تدلش ان في ملك جاي، او ما تواضع ربنا قد ايه انه هو حتى ما تعبش حد معاه، يعني اتولد في ابسط مكان، ما فيش حد تعب حتى علشان يستقبل ربنا ليه كل المجد. في حين زي ما انت بتقول ان احنا حتى لما بنكون يعني
رايحين ولاية تانية أو حتة تانية أو كده، بندور على حد يستقبلنا ويستنانا ويجهز لنا مكان، وندور على أوتيل ونعمل ريزرفيشن وتاكسي كاب ياخدنا وكل الحاجات دي. بس يعني فعلا ربنا قد إيه عايز يقول أنا قريب لكل حد، ملوش حد يكون جنبه في وقت دي أو في وقت يعني حتى أي حد جاي مهاجر أو كده بيحس يمكن بالظروف دي إنه مفيش حد مستنيه أو كده. فبحس إن ربنا قد إيه ببعد يعني يفكر في كل واحد فينا في وقت هو وحيد أو بالزبط. لوحده العذراء بقى تقول إنه يعني نظر إلى اتضاع أمته. أنا برضو هتخيل معاكي شوية كده إنه مثلا عيلة مكافحة وفضلت تجتهد لغاية لما ربت ابنها وبقى دكتور. فالأم بتحس بإيه دلوقتي إن ابنها بقى دكتور، وتبتدي تتكلم عنه مع كل جيرانها، مع كل قرايبها، مع كل أصحابها، وفخورة بيه. يعني ابني الدكتور راح، ابني الدكتور جه، حاسة إنه ابنها بقى يعني حاجة كبيرة، حاجة كبيرة، أو بنتها بقت حاجة كبيرة، وصلت إلى مرتبة معينة في شغلها، في نجاحها في حياتها العملية. فبتقعد تذكر بفخر إنه دول ولادها، وفرحهم فرحها، وإنجازاتهم إنجازاتها، وتتكلم عنهم بنوع من الفخر. طيب العذراء مريم ابنها بصت لقت إنه عطيت ربنا ليها إنها واخدة ابن الله نفسه، فكل ما تبص له كده ده ابن الله، ابن الله، تاخده على دراعها ده ابن الله، تغير له هدومه بغير لابن الله، تأكله وتشربه بأكل وبشرب ابن الله. طب دي تحس بإيه؟ يعني تشعر بإيه جواها كإنسانة؟ اختار المسيح أكتر إنسانة على الأرض ممكن تكون متضعة إنها تعيش الحياة دي كلها، والإكرام ده لشخصها والمجد ده لشخصها، وما تشعرش بأي حاجة خالص تميزها عن أي حد. بالعكس لما تيجي تقول التسبيحة تقول نظرة إلى اتضاع أمته، وتقول على نفسها عبدة، أمة الرب. أمة يعني عبدة، مش يعني حتى جارية، أو أسف مش يعني خادمة، عبدة يعني أقل من أقل توصيف لعلاقة. إحنا يعني عبيد، فبتقول أنا بالنسبة لربنا أنا مجرد عبدة، هو يقول وأنا أقول حاضر، هو يؤمر وأنا أطيع. شخصية في منتهى الخضوع، في منتهى الاتضاع، في منتهى البساطة، وكل تسبيحتها كده، أنزل الأعزاء من على الكراسي ورفع المتضعين. وما تقدرش تقولها إلا بالاتضاع اللي في قلبها. أنا عندي إيه أفتخر بيه النهاردة؟ إذا كانت شخصية العذراء مريم بأنها والدة المسيح على أيديها، هي ماشية بابن المخلص، ابن الله المخلص في كل حتة على أيديها، وبسيطة ومتضعة كده، طب أنا النهاردة أقدر أمتلك إيه في إيديا أفتخر بيه؟ أنا أتعلم من العذراء أن أنا أتضع، وأتعلم من العذراء أن أنا أتباسط جدا جدا جدا، وأعطي أي مجد في حياتي لله. عشان كده المسيح قال إن فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا أننا عبيد بطلون. لأنه من افتخر فليفتخر بالرب. إذا كان ليا أي نوع من الإمكانيات أو من المهارات أو من القدرات أو من اللي الله وهابه ليا، فأنا أرجع كل المجد لله، وأسبح مع العذراء تسبحة التواضع دي، وأقول يا رب أنا ما عنديش حاجة، أنا بأعظم شخصك اسمك. بأعظم اسمك وأمجد اسمك أنت، لأنك نظرت إلى عبدك أو عبدتك وديت البركة دي لي. فأنا بتعلم من السيدة العذراء درس الاتضاع الأعظم، درس البساطة الأعظم، لأنه مين أخذ زيها؟ عشان كده قالت هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. ولغاية النهاردة الكنيسة ملتزمة بالوصية دي، بكل تسبيحات العذراء وفي أوتوكيات في الكنيسة، والفرح اللي الكنيسة بتفرحه بشخص العذراء مريم، هو جاي من الكتاب المقدس، وجاي من جمال شخصية العذراء مريم، وتمثلنا كلنا بيها كأعظم نصيب خدته من الله، وكانت في أعظم قدر من الاتضاع. فأي حد تاني أخذ نصيب بعد كده هو واقف وراء العذراء في نفس طابور الاتضاع ده بيتعلم منها. وبنقول لربنا إنه إحنا بنعظم نفوسنا، بتعظم اسمك، إنك نظرت أنت كمان إلى تضعنا وديتنا واتفر العطية دي بقى شكلها إيه، لأنه مين ياخد عطية أعظم من المسيح نفسه. فكانت تسبحة رائعة رائعة. آه
كلام جميل حلو خالص يا عماد بجد. احنا ممكن نسمع معانا اخر ترنيمه من فريق الحان السما، وعايزين لما نرجع برضو نلخص كل اللي احنا اتكلمناه، وعايزين نتكلم بالنسبه لنا ميلاد ربنا بيمثل لنا ايه. يعني هل اليوم ده بيعدي كده، او يوم 7 يناير ده او 6 يناير بالليل بنقضيه في الكنيسه وبيعدي كده وبننسى بقيه السنه؟ يعني السنه بتبتدي يناير وبعد كده عندنا بقيه السنه، فهل يا ترى بنفتكر برضو ربنا في الايام دي، في عيد الميلاد وعيد القيامه والحاجات دي كلها، ولا هل ربنا ازاي نعيشه طول السنه، نخليه كده مولود في قلبنا طول السنه؟ خلينا نسمع من فريق كورال الحان السما ميلادك احلى يوم، وده فعلا كان احلى يوم. احلى يوم بعيد في كل الكون، عيد ميلاد ملكنا، عيد ميلاد يسوع. ميلادك احلى يوم بعيد في كل الكون، عيد ميلاد ملكنا، عيد ميلاد يسوع. يسوع في يوم ميلادك الكل بيفرح بيك، ويجيت علشان أولادك يلاقوا حياتهم فيك. يسوع في يوم ميلادك الكل بيفرح بيك، ويجيت علشان أولادك يلاقوا حياتهم فيك. ميلادك أحلى يوم جدا. فريق الحان السما الترنيمه دي حلوه خالص، بشكركم جدا. خلينا برضو عماد نتكلم عن في انجيل لوقا، فضلنا يوسف البار من وجهه نظر لوقا، احنا اتكلمنا عنه طبعا من وجهه نظر القديس متى. خلينا نتكلم عن يوسف وبرضو نتكلم عن الرعاه، لان احنا نسيناهم خالص. فخلينا نتكلم عن يوسف والرعاه من وجهه نظر القديس لوقا، او زي ما حكى القديس لوقا. البدايه بتاعت الاصحاح الثاني من انجيل معلمنا لوقا البشير يقول: في تلك الايام صدر امر من اغسطس قيصر بان يكتتب كل المسكونه. وهذا الاكتتاب الاول جرى اذ كان كبريانوس والي سوريا، فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد الى مدينته. فصعد يوسف ايضا من الجليل من مدينه الناصره الى اليهوديه الى مدينه داوود التي تدعى بيت لحم، لكونه من بيت داوود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امراته المخطوبه وهي حبلى. وبينما هما هناك تمت ايامها لتلد.
فوردت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. بيحكي هنا عن يوسف وإزاي بيرسبوند لمسؤولياته كشخص مسؤول عن الأسرة دي اللي لسه ما تكونتش. يعني بيقول هي لسه حبلة، بس زي ما قلنا لسه آسف مخطوبة، وهي حبلة كان في سنة خطوبة زي ما شرحنا، والسنة ديت كانت بتبقى فيه كل التزامات الخطيب اللي هو يوسف النجار. فأخذ مريم وأخذ الركوبة بتاعته علشان يكتتبوا، وكان شخص ملتزم. يعني ممكن كان يقول هي تعبانة و يعني قربت تولد ما فيش داعي، هو كان شخص ملتزم، يعني المطلوب كمواطن صالح انه يتعمل كان بيعمله. وهنا كان اول امر اكتتاب، لانه زي ما شرحنا من شويه كانت الامبراطوريه الرومانيه تملكت خلاص واحكمت قبضتها، فكان اغسطس قيصر عايز يعد كل الشعب الموجودين في الامبراطوريه، فقال كل واحد يروح يسجل نفسه مطرح ما اتولد. فاخذها بالتزام شديد ناحيه الدوله كشخصية، يعني بعد جميل في الشخصية، وراح يسجل نفسه. ما هو ده البر، يعني مش بس بعلاقتك بربنا بل علاقتك مع أمانتك. يعني بالضبط، شخص أمين جدا ومتفاعل جدا مع كل واجباته المجتمعية، ما هوش بس قافل على نفسه مع ربنا وخلاص، لا، حتى في علاقاته بالآخرين تحت منظومة الدولة هو شخص أمين ناحية الدولة كمان. فأخذ مريم وراحوا في الظروف الصعبة جدا دي، جو كان برد جدا وقتها، وراحوا علشان يعملوا الاكتتاب ده. شكل بيت لحم مدينة صغيرة، ما هيش مدينة كبيرة. ولما وصلوا ما كانش في مكان يعرفوا، ما لقوش مكان يأجروه عشان يبيتوا فيه، وكانت الحاجات دي بتتأجر بالأوضة وبحتة من الأوضة. كل الناس اللي عندها بيوت كانت في الوقت ده بتفتحها اللي جايين من كل الأماكن التانية، لأنه كل اللي اتولد في بيت لحم بيرجع يسجل نفسه هناك، فناس كتير بتظهر فجأة في البلد. ما لقوش مكان يأجروا، ما لقوش حتة يقعدوا فيها، وكل حاجة مترتبة بدقة. يعني احنا لما بنتكلم عن الله ضابط الكل، هو فعلا ضابط الكل، هو عايزهم يعني ما يلاقوش مكان. هي مرسومة بدقة شديدة علشان يولد المسيح. هو مزبة طبعا كلمة شيك يعني، انما هي الكلمه المتعارف المظبوطه اكثر استخداما في لغتنا هي زريبه يعني. فهو اتولد في زريبه، لانه البيوت كانت مليانه على الاخر، فقالوا له ما عندناش مكان غير في وسط البهايم، هو ده المكان اللي ممكن اديهولك. فاخده لان الجو كان برد جدا، ما كانش فيه اختيارات، فاخد المكان. ودخلت العذراء تقعد هي وهو في المكان، وهي هناك ولدت، ولا في مستشفى ولا في ممرضات ولا في اجراءات ولا في اعدادات، كان في شويه حيوانات موجوده حواليه، واتولد في منتهى البساطه والفقر. لفته في كام لفه وحطيته على شويه قش، وتلف في كام لفه وتحط على الصليب، وما بين دي ودي خلص العالم كله. ما كانش جاي علشان يوري مجد ولا يوري غنى ولا يوري قوة، لكن جاي عشان يوري حب، جاي عشان يوري فداء، جاي عشان يوري حياة أخرى بيدعونا لها. ومن ساعة ما دخل في وسطينا وهو بهذا الإعلان لم يكن له أين يسند رأسه، من يوم ما اتولد لغاية لما طلع على الصليب ودفع ثمن خطايانا كلنا وعاش حياته بنفس المشهد ده ما تغيرش. فالمسيح ما جاش علشان ينادي بملك أرضي، ولو كان جاي نادي ملك أرضي كان اتولد في أفخم الأصول، لكن جاي نادي ملك سماوي، ودخل من أبسط وأصغر وأضيق باب يتفتح على الأرض في وسط بهايم، يقول العالم كله أنا بحبكم، ويقول للفقير أنا زيك، ويقول للمظلوم أنا زيك، ويقول للغلبان أنا زيك. فنلاقي العالم كله يلاقي لنفسه مكان في قلب المسيح، محدش أبدا ما يلاقيش لنفسه مكان في قلب المسيح، مش ممكن. جميل قوي يا عماد بجد. أنا يعني عايزة أشكرك، لأنه
كل شخصية عشرة المسيح تحس انه هي يعني الأبرار منهم، تحس ان هم فعلا كانوا يستاهلوا ان هم يعشروا المسيح على طيبة قلبهم وعلى بساطتهم وعلى تواضعهم، وهي دي حتى الصفات اللي بيدور عليها ربنا دلوقتي. بالزبط. يعني لأنه ربنا هو من يعني منذ الأزل ما بيتغيرش، فهو ده اللي بيدور عليه فعلا لغاية دلوقتي، هو بيدور على الناس دي، الناس اللي تكون برة في عيني. فأنا دايما بقول يعني يا رب نكون فعلا كلنا نقدر نكون عندنا حتى ربع اللي احنا نبقى برين في عينين ربنا، لأنه هو ده اللي بيدور عليه دلوقتي، التواضع بتاع العذراء، البر اللي كان عند يوسف النجار، كل الصفات دي، الرعاة وتصديقهم وإيمانهم والمجوس كمان، دي الصفات فعلا اللي ربنا بيدور عليها. أنا بشكرك في نهاية الحلقة جدا، طبعا أكيد هنشوفك في حلقات تانية معنا، احنا استمتعنا قوي بالحلقة. Thank you so much يا عماد. بشكر طبعا أعزائي المشاهدين وجودكم معنا في حلقة النهاردة، بشكر الأستاذ عماد فوزي على وجوده معنا، خادم بكنيسة سانت مارينا، بشكر جدا وجود الكواير وتعبهم معنا وحضورهم معنا في الاستوديو وتدريباتهم، كورال ألحان السلامة، بشكركم جدا على وجودكم معنا. أنا بس في النهاية عايز أقول، إذا أنت فعلا لغاية دلوقتي مش عارف ربنا جه ليه، او كنت نسيت او محتاج حد يفكرك انه ربنا جه ليه، فربنا نفسه بيقول روح السيد الرب عليا، لان الرب الاله مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاعصب منكسر القلب، لانادي المسبيين بالعتق وللمأسورين بالاطلاق، لأنادي بسنة مقبولة، وهي دي السنة دلوقتي السنة الجديدة، لأنادي بسنة مقبولة للرب، لأعزي كل النائحين، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. في النهاية أنا عايزة أقول لكم ربنا جه يقول أنا جيت أبشركم بسنة سعيدة مقبولة أمام الله، وأقول لكم لا شيء طبعا غير مستطاع. ربنا عايز يقول لكل واحد فينا ما فيش شيء غير مستطاع، عنده كل شيء مستطاع، وإنه ربنا بيفتح ولا أحد يغلق، ودي إحنا اللي عايزين ناخدها طول السنة معانا، نحملها معانا من أول يناير لآخر السنة، علشان نفتكرها بعد كده بسنة، ونفتكر إنه ربنا جه علشان يدينا فرح وسلام ويدينا طاقة من نور. ميلاده دايما بيفكرنا بالنور لأنه هو ملك النور. دور جوه نفسك على طاقة من نور، وافتح لكل حزين، يا رب تقدر تفتح لكل حزين مش بس لنفسك، طاقة من نور ورجاء، تفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. خلي الآيات دي طبعا يا رب تكمل معانا طول السنة، كل سنة وانتوا طيبين، وعيد ميلاد سعيد وسنة سعيدة عليكم، وإلى اللقاء. نرنم رغم ألمنا واضطهاداتنا، هنرنم رغم الضيق اللي في حياتنا، هنرنم ليك وهنهتف ليك، هنرنم ليك وهنهتف ليك.